في ظل ارتفاع ملحوظ وكبير لأعداد المصابين بالكورونا في بابل، عقدت خلية الأزمة اجتماعا موسعا لتصدر حزمة من القرارات كما في المؤتمر الصحفي. فرض حظر التجوال من يوم 31 لمدة 7 أيام يتناسب مع حجم التطور الوبائي في الأيام القادمة. أيضا أكدنا على الجهات الأمنية تجديد الإجراءات الأمنية اللازمة المتمثلة بعدم السماح لأي شخص يدخل إلى محافظة بابل وبالذات من محافظة بغداد. أكدنا على ضرورة تأجيل الامتحانات لطلبة المراحل الغير منتهية إلى أشعار آخر، أيضا هذا راح يقيم بحسب التطور الوبائي، تطور الموقف الوبائي في محافظة بابل. ستبقى الدوائر الأمنية والخدمية مفتوحة وعاملة، بالإضافة إلى المصارف باعتبارها تقوم بدفع رواتب الموظفين. الدوائر الصحية والأمنية هي المعنية عن تطبيق الإجراءات فضلا عن استعدادها للحد من انتشار الفيروس. إجراءات صحية منها تهيئة الأماكن المخصصة في دائرة صحة بابل لاستقبال لا سامح الله الحالات الجديدة التي قد تطرأ من الزيادة في أعداد المرضى. قطع المحافظة قطع تام أمام حركة المواطنين بين المحافظات خاصة محافظة بغداد. مؤتمرات تعقد ومواضيع تناقش وجهود تبذل وأعداد المصابين تتزايد، إلا أن هذه المعادلة لا تعطي نتائج جيدة ما لم يلتزم المواطن بمقررات خلية الأزمة وحظر التجوال لمنع انتشار الوباء. من باب العلاء الجراح، العراقية الإخبارية.